السلام عليكم ورحمة الله، معكم إبراهيم حسان، ودي إن شاء الله أول محاضرة في سلسلة شرح الـ CIE وفقا لمنهج 2020. خلينا بس الأول كده، المحاضرة دي تعريفية، يعني شوية معلومات بسيطة. نعرف طبعا إن في معلومات كتير متاحة عن الشهادة والفئة اللي بتترجتها الشهادة، ولكن يعني نوضح برضو بشكل سريع. شهادة الـ CIE دي شهادة خاصة بمهنة المراجعة الداخلية. لقيت بعض الناس حتى بتسألني أو عندها يعني لبس شوية لمهنة المراجعة الداخلية مع بعض المهن التانية، فخلينا نوضح مهنة المراجعة الداخلية. مهنة المراجعة الداخلية دي المراجع الداخلي اللي بيبقى موجود في المؤسسة. بعض المؤسسات قد يكون اسمه أو اسمها التدقيق الداخلي، بعض المؤسسات القديمة شوية أو يعني الطابع الحكومي او الروتيني غالب عليها ممكن يبقى اسمهم التفتيش، الانترنال اوديت. كل دي مسميات تخص المراجعه الداخلي، مراجع الداخلي اللي هو بيراجع كل حاجه في الشركه، بيراجع كل حاجه، ليس مراجع خاص بالحسابات فقط، وليس مراجع لعمليات ما قبل الصرف، لا، انما هو المراجع اللي بيراجع كل حاجه في الشركه بعد ما تتم. تمام، كل حاجه او قبل ما تتم، خلينا ما ناخدش في الامور دي دلوقتي، ده يعني حسب الدور اللي هيبقى مكلف. فاحنا دلوقتي بنقول ان الشهاده دي متقدمه للمراجع الداخلي. تمام، شهاده السي اي اي هي اكبر شهاده بيقدمها معهد الاي اي اي حاليا خاصه بمهنه المراجعه الداخليه. الشهادة بتتكون من 3 أجزاء. الجزء الأولاني اللي احنا إن شاء الله في السلسلة دي نشرحه بإذن الله، ربنا ييسر لنا، وهو بيتكلم عن أساسيات المهنة، أساسيات الانترنال اوديت. هخصص جزء في الآخر إن شاء الله الحلقة نوضح فيه، هنمر كده فيه على المنهج بالظبط، والمنهج في بارت 1 بيتناول إيه هنتكلم، إنما أنا دلوقتي عايز أدي بريف سريع عن الشهادة ككل. أول بارت 1 بيتكلم زي ما قلنا عن أساسيات المهنة، معايير اللي بتتكلم عن نشاط المراجعة الداخلية ككل، المعايير اللي بتتكلم وبتوصف الأشخاص المفروض اللي يكونوا عاملين في مهنة المراجعة الداخلية أو المراجعين الداخليين لازم يتسموا بصفات عاملة إزاي، ولازم أدائهم يكون عامل إزاي، الأداء يكون عامل إزاي وليس وصف للأداء. نوصف الأداة ده في بارت 2، إنما هو بنتكلم بس إزاي الشخص ده يجب عليه لما يبذل المجهود يكون عامل إزاي، وهو بيفحص سماته الشخصية تكون عاملة إزاي. كل ده هنتناوله في بارت 1 إن شاء الله. بارت 2 هنبتدي نتنقل بقى لإزاي الإنجيجمنت أو المأمورية العمل بتتم، بداية من أول مرحلة وهي مرحلة التخطيط والإعداد، حتى نهاية المرحلة أو حتى نهاية عملية المراجعة، والتي تنتهي بالكوميونيكيشن أو الريبورتينج، وإن أنا أرفع الريبورت للإدارة العليا أو للجنة المراجعة أو أي ما يكون. ده في بارت 2، زائد بتاخد مجموعة من المعرفية بأنواع المراجعة وبعض أنشطة المراجعة، إذا كونسلتنج رول وإذا أشورنس رول، إنما الكور اللي بيعتمد عليه بارت 2 هو إن أنت بتعرف بالظبط الإنجيجمنت بتبتدي إزاي والإنجيجمنت بتنتهي إزاي، وطوال تلك الرحلة هو ده بارت 2. بعد كده بيتنقل معاك لبارت 3. بارت 3 بارت بيعتمد بشكل أكبر على تحصيل قدر كبير ومتنوع من المعارف، ولكن بدون التعمق. يعني هتلاقيه بيتكلم معاك شوية، نقدر نقول إن المنهج ممكن يكون متقسم ل3 أجزاء. هتلاقيه بيتكلم معاك شوية عن البيزنس وعن الإيكونومي وعن المانجمنت وعن بعض النظريات في علم الإدارة، وبعض النظريات من مكافأة العاملين والعاملين والهيكل الإداري في المؤسسات وهوريزنتال وفيرتيكال والكلام يعني رغي بصراحة بشكل كبير، ولكن زي ما قلنا مطلوب فيه المعرفة وليس التعمق.
بعد كده بيتنقل لجزء تاني وهو بيتكلم عن الاي تي. بعض الناس ممكن تتخض شوية، اي تي وانفورميشن سيكيورتي والموضوع ازاي، ايه اللي جاب ده للانترنال اوديت؟ الموضوع زي ما بقول لكم دايما بيعتمد على المعرفة. ان شاء الله ربنا ييسر لنا ونوصل مع حضراتكم لبارت 3 باذن الله، وهنلاقي ان الدنيا بسيطة مش معقدة. بتاخد برضو اساسيات في الاي تي، وبيبتدي في بعض النقاط بيتعمق معاك شويه، خاصه فيما يخص الانفورميشن سيكيورتي والسايبر سيكيورتي. بعد كده الجزء الثالث فاينانس، بتمر على الفاينانس من اول ما اتولدنا لحد ما اتخرجنا واشتغلنا. الفاينانس بكافه اشكاله وانواعه وانواع المحاسبات، سواء كانت فاينانشال كوست، سواء كانت اسف فاينانشال اكاونتنج، سواء كانت كوستنج اكاونتنج، سواء كانت شركات موازنات بادجيتنج، سواء كانت شركات اموال، شركات اشخاص، بكافه الانواع والاشكال. فده كده بشكل سريع الشهاده ومنهج الشهاده. الامتحان في بارت 1 بيكون 125 سؤال تشوز بتحلهم خلال ساعتين ونص. بعد كده بارت 1 بيكون 125 سؤال بتحلهم في ساعتين ونص. الامتحان في بارت 2 وبارت 3 بيكون 100 سؤال تشوز بتحلهم خلال ساعتين. مش حابب اتكلم من دلوقتي على الامتحان يعني، وتكنيك حل الامتحان والاسئله والكلام ده، خلي الكلام ده يكون في وقته، او ممكن نبقى نفرد ليه فيديو خاص، لان انا حابب اوضح التكنيك ده من اثناء الشرح، واحنا بنشرح واحنا شغالين نقول دي ممكن يجي لنا فيها سؤال عامل بالشكل كذا. الاسئله مهما هتحل ومهما هتدرب نفسك ومهما هتعمل براكتسنج، في الغالب بما لا يقل عن 95% ما لم يكن 99% بتلاقي الأسئلة في الامتحان أول مرة تشوفها، أول مرة تحل سؤال بالشكل ده. ولكن الأفكار بشكل كبير بشكل يعني أو بنسبة كبيرة بتكون أنت حلتها قبل كده، بتكون عدت عليك قبل كده، لأن المعيار هو الفهم وليس أن أنت تكون حالل السؤال ده قبل كده. فعلشان كده خلينا نوضح من البداية الأساس دي، الأساس في الشهادة دي أو أغلب أو أظن الشهادات المهنية كلها، الفهم الجيد جدا جدا جدا، الفهم اللي ليس بعده فهم تاني، خلاص أنت جبت آخرها فاهم وعارف، سواء بقى هيجيب لك السؤال من شمال يمين من فوق من تحت، أنت خلاص فاهم، فما فيش حاجة إن شاء الله تقف قدامك. الشهادة مدتها للناس اللي لسه هتسجل بتبقى 3 سنين، بيبقى متاح ليك 3 سنين ان انت تحصل الشهادة خلال مدة 3 سنين، ولو ال3 سنين ما كفوش معاك فانت تقدر ان انت تعمل اكستنشن لسنة زيادة، وده طبعا بيبقى باديشنال فيز. لكن 3 سنين وقت كافي جدا، بل بالعكس وقت بزيادة عن اللي انت تقدر تحصل فيه الشهادة. الشهادة تتلم وتخلص في اقل من كده بكتير، ولكن يعني معانا وقتنا ان شاء الله للناس اللي لسه ما سجلتش، وللناس اللي مسجله باذن الله برضو الموضوع ان شاء الله يكون سهل وبسيط. طيب خلينا نقول برضو انا حابب يعني ان انا اشتغل مع حضراتكم ازاي، او ان حضراتكم تذاكروا ازاي، وطبعا ده شيء راجع لكل واحد وكل انسان هو حر هيتصرف ازاي، ولكن انا ده مجرد اقتراح وطريقة أنا بالفعل كنت بجربها وكنت بستعملها وكانت بتجيب معايا نتائج ممتازة. ممكن حد تاني يكون عنده طريقة أفضل، مفيش مشكلة خالص. طيب الطريقة بتقول الآتي، بتقول إن إحنا إن شاء الله هنشرح جزء في المنهج وليكن ما يكون الجزء ده، حضرتك المفروض بتسمع الجزء تمام، وبيكون معاك الكتاب في إيديك، بحيث ان اي نوتس ممكن تسمعها مني تكون ان النوتس دي ما كانتش عندك قبل كده، او النوتس دي تكون وضحت لك حاجة علامة استفهام كانت عندك، فحضرتك بتسجل النوت جنب الجزء فيه الجزء اللي يخصها. خلصت سماع الفيديو فحضرتك بتقوم قاري الجزء اللي احنا قريناه مرة تانية لوحدك،
تبتدي تربط الكلام اللي اتقال مع بعض. بعد ما بتقرأ بتروح تحل الأسئلة من أي مصدر أنت يعني عايزه. إحنا طبعا يعني شغالين إن شاء الله من جلاين، والأسئلة بتاعت جلاين متوفرة، فتحل الأسئلة. هتحل الأسئلة طبعا، في أسئلة هتحلها صح، في أسئلة هتحلها غلط. ده طبيعي جدا، طبيعي جدا يا جماعة، إن أول مرة وإحنا بنحل الأسئلة ألاقي نفسي جاي مثلا سكور 30%، ألاقي نفسي يا دوبك حليت صح 40%، 50%، 20%، مش مشكلة خالص، مش مشكلة خالص، وطبيعي جدا، وكلنا كنا كده. واللي بيبقى مش كده وبيجيب 70 و80% من أول مرة، ده اللي مش طبيعي، ده اللي هو ما شاء الله المعلومة وصلت له بشكل سريع جدا. إنما الطبيعي لا، إنك هتلاقيها معاك عصلاجة شوية ومزرجنة شوية، مفيش أي مشكلة. إنما الكور، إن أنا السؤال اللي أغلط فيه أو إن أنا السؤال اللي أقع فيه لازم أفهم فكرته إيه، وأنا وقعت فيه ليه، يعني أنا غلطت فيه ليه، السؤال ليه كان عايزني أمشي في مسار معين وأنا رحت في حتة تانية، هو ده اللي هيخليني بإذن الله أنجح في الامتحان، مش السؤال اللي أنا حليته صح. لا، السؤال اللي أنا حليته صح ده خلاص مفيش مشكلة، إنما السؤال اللي حليته غلط هو ده اللي هينجحني في الامتحان إن شاء الله بإذن الله. ليه؟ لما أعرف أنا حليته غلط ليه، إيه التريكة اللي في السؤال اللي عدت عليا وانا ما خدتش بالي منها، ببتدي افهم فكره السؤال. ولو في اسئله ما قدرناش نوصل للافكار بتاعتها او الحل بتاعها، ليه الحل كده، ان شاء الله على الجروب على الفيسبوك ممكن نرفع الاسئله دي ونتشارك سويا، سواء انا مع حضراتكم او احنا الزملاء كلنا على الجروب، اعضاء الجروب كلهم ناس يعني محترمين وناس حابه تساعد، فاظن ما حدش هيتاخر بالمعلومه. يبقى سمعنا الفيديو، قرينا الجزء اللي احنا سمعناه، بعد كده حلينا، في بقى اخر خطوة وهي الاهم، لازم اقرا تاني بعد الحل، لازم اقرا تاني اليونت او سواء السب يونت او سواء الجزء اللي احنا خدناه بعد ما حليت. ليه؟ لان المنهج ساعات ممكن تقرا كده جزء في المنهج يبقى بالنسبة لك عبارة عن طلاسم، انا بقراه وفاهم كل معنى كل كلمه، انما مش عارف هو عايز يقول لي ايه هنا، وهفضل برضو مش عارف هو عايز يقول لي ايه هنا لحد ما هلاقي سؤال يجي لي يخص الجزئيه دي. السؤال اللي هلاقيه يجي لي يخص الجزئيه دي هفهم كده منه هو كان عايز ان الجزئيه دي، هو عايزني افهم كذا. فاحنا عايزين نربط الاسئله بالمنهج، فبعد حليت الأسئلة أرجع أقرأ تاني، صدقوني هتلاقي القراية تاني مرة لأ فرقت كتير، فرقت كتير خالص، زائد إني بقيت بقرأ السؤال بعين أنا بقى نفسي أبتدي أقول ده دي ممكن يجي لي فيها سؤال عامل كذا، بقيت أنا بقى ابتديت إيه أتوقع السؤال ممكن يجي لي إزاي. ليه؟ لأن أنا شفت أمثلة، شفت هو لما جه حب يسأل فيها سأل إزاي، فابتدي أنا أجود بقى أقول ده كمان ممكن يسألني بشكل عامل كذا، ده ممكن يسألني في الحتة دي بطريقة كذا. فدي إن شاء الله الطريقة اللي أنا حابب إن إحنا يعني نشتغل بيها مع بعض. أخيرا يعني أنا السؤال المتكرر أو السؤال اللي بيعت لي كتير وبيتسأل كتير، ندرس الشهادة عربي ولا إنجليزي؟ أنا بس قبل ما أجاوب أنا حابب أوضح كذا نقطة. الشهادة باللغة العربية غير متاح ليها مصادر للحل والتمرين والبراكتينج بشكل يعني وفير، لا هتلاقي نفسك محدود في مصدر أو ممكن اتنين بالكتير، زائد إن الكتاب أصلا علشان يعني تحصل عليه باللغة العربية مش الترجمة في بعض الأحيان بتكون ترجمة يعني صعبة أو بعيدة عن الواقع، خلينا نقول بعيدة عن الواقع بشكل كبير. ثالثا أنا عن نفسي كانت دراستي طول حياتي باللغة العربية، أكيد طبعا قابلتني صعوبة شوية في الأول في بارت 1 في بعض المصطلحات، لكن بعد كده بتلاقي الدنيا مشيت عادي خالص، خلاص بارت 1 وبارت 2 وبارت 3 كله بين اللغة الإنجليزية والدنيا خلاص مشيت عادي، مفيش أي مشكلة، محدش يتصور ان الموضوع صعب، لا الموضوع مش صعب خالص،
الموضوع مش صعب خالص حرفيا، يعني ده مش مجرد كلام، الدنيا بتمشي مش صعبة زي ما الناس متصورة. وأغلب اللي أعرفهم حاصلين على شهادة السي اي اي حاصلين عليها باللغة الإنجليزية، وتعليمهم طوال فترة حياتهم ما كانش إنجليزي، كان عادي لغة عربية. فالموضوع ملوش علاقة، يعني زي مثال يعني بسيط، يعني أغلب بتلاقي طالب في ثانوي عمال يذاكر وطول التعليم بتاعه عربي، وربنا يوفقه ويدخل كلية طب مثلا الدراسة كلها إنجليزي وإكسبريشنز معقدة جدا، الموضوع هنا في السي اي اي عمره ما هيوصل لكده، وتلاقي الناس ماشية وما فيهاش أي مشكلة. فحابب أنا، فأنا رأيي والخلاصة يعني إن لا، أنا شايف إن باللغة الإنجليزية المعلومة هتوصلك بشكل أوضح وبشكل أفضل، وهتقدر إن أنت تكون مواكب الماركت وعلى دراية بالإكسبريشنز اللي بتتقال، وعلى دراية باستخدام الإكسبريشنز دي الاستخدام الصحيح ليها، لأن أنت فاهم معناها إيه كويس، بعكس اللغة العربية ممكن يبقى فيه شوية تشويش على المعلومة، ما تبقاش واضحة قوي بالظبط هي المقصود بيها إيه، لأن أساس الشهادة وأساس المعايير زي ما قلنا هو صادر عن معهد غير متحدث باللغة العربية، فبالتالي إحنا بنترجم بناخد ترجمة حرفية أو الجهات اللي بتترجم بدون، ممكن في بعض الأحيان يعني ما بتوصل لصلب المعنى أو الجوهر المعنى المقصود. طيب خليني يعني نستعرض مع حضراتكم كده بشكل سريع، دي آخر نقطة يعني بارت 1، يعني مور ديتيلز شويه وبشكل تفصيلي شويه، احنا هنتكلم عن ايه في بارت 1. زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا اول حاجه هنتكلم فيها في بارت 1 هي الفاونديشن اوف انترنال اوديتنج. هنتكلم عن زي ما قلت لحضراتكم اساسيات المراجعه الداخليه، اساسيات المراجعه الداخليه. هنتكلم فيها عن تعريف المراجعه الداخليه، المعايير اللي بتحكم المراجعة الداخلية، ميثاق الأخلاقيات اللي يجب على المراجعين الداخليين الالتزام بيه، هنبتدي نتعمق شوية في المعايير ونبتدي نتكلم عن استقلالية المراجع، عن موضوعية المراجع، عن بذل العناية المهنية اللي بيتكلم عنها اللي يجب أن يقوم بها أو يلتزم بها المراجع، ونتناول بعد كده بعض المواصفات او الصفات اللي زي ما قلنا ان يجب ان يلتزم او يتصف بها نشاط المراجعه الداخليه. طيب فده كده الجزء الاولاني. انا بحب لما بارت 1، يعني انا دايما كده بحب بقسمه لثلاث اجزاء. بقول جزء اولاني اللي هو يونت 1 ويونت 2، دول بشوفهم كده جزء مع بعضهم. هو الكتاب هتلاقيهم لا مقسمهم تقسيمه تانيه مختلفه، دومين 1 ده يونت 1 مقسمه دومين 1، بعد كده يونت 2 مقسمه دومين 2 و3 و4، لا وكل وما تشغلوش بالكم يعني بصراحه هو الدومين ده وزنه قد ايه من الكتاب، وزنه قد ايه من الامتحان، وهيجي عليه كام سؤال، لان خدها عندك قاعده، اي معلومه في الكتاب، اي معلومه في الكتاب هتفرق معاك، وبالتالي اي معلومه في الكتاب لازم تذاكرها مذاكره يعني جيدة، لازم تبقى فاهمها بشكل قوي، لازم تبقى المعلومة واصلة لك وفاهمها بشكل قوي جدا جدا جدا، مش هاجي اقول في اصل ده الدومين ده او اليونت ده عليه وزن يعني مش قد كده قوي في الامتحان فممكن اقلبه، لا، لان انا شفت يعني بعينيا ناس ممكن لا توفق في الامتحان او تسقط على سؤال واحد يوقعك في الامتحان، ما يحققش الدرجه اللي المفروض يوصل لها علشان ينجح. طب السؤال ده قد يكون بقى في فرود، قد يكون في كنترول، في ريسك مانجمنت، في اكاونتنج سايكلز، في مانداتوري جايدنس، اي ما يكون السؤال ده فين او المعلومه فين، فاحنا هنحصل باذن الله على المعلومه ونفهم المعلومه كويس. فالجزء الاولاني زي ما قلت لحضراتكم هو يونت 1 ويونت 2، ده بالنسبه لي هو جزء يعني مكتمل اللي هو بيناقش الاتريبيوت ستاندردز، وهيعرف يعني ايه اتريبيوت ستاندردز، المعايير اللي يعني اللي بتوصف نشاط المراجعه الداخليه، ده الجزء الاولاني. بعد كده في جزء تاني اللي بيتكلم عن الريسك مانجمنت
والكنترول والجفرنس، ريسك مانجمنت والكنترول او والجفرنس، او زي ما الكتاب بادئ بيهم الجفرنس الاول، بعديها الريسك مانجمنت، بعديها الكنترول. ده الجزء الثاني. بعد كده الفرود ريسك اند كنترول، فرود ريسكس اند كنترولز، بيجيب لك بقى مثال يقول لك كده، مش انت خلاص انت دلوقتي فهمت يعني ايه governance، فهمت يعني ايه risk management، فهمت يعني ايه control. طب تعالى بقى خد مثال، المثال ايه؟ الفرود. تعالى نناقش الفرود اللي هو الاحتيال as a risk، وتعالى نشوف الريسكس ايه، وتعالى نشوف لو عايزين نحط controls للفرود الكنترولز ممكن تبقى عاملة ازاي. part 1 بصراحة هو الاسهل في شهادة الـ CIA، هو البارت الاسهل في شهادة الـ CIA. بارت جميل، لايت، ممتع، حتى للناس اللي مش الباك جراوند انترنال اوديت، اظن ان هيبقى بالنسبة لهم في الاول طبعا شيء طبيعي جدا، هيبقى في حالة من التوهان كده شوية، مين منين فين، بس لا مفيش مشكلة خالص، واحدة واحدة الصورة هتبتدي تتضح وهتبتدي تبان. فزي ما قلت لحضراتكم بارت 1 سهل، يتلم ان شاء الله في فتره صغيره، هنحاول باذن الله ان يعني ان شاء الله يعني ربنا يعيني، وان الفترات ما تبقاش متباعده ما بين الفيديوهات اللي هنزلها لحضراتكم، بحيث ان لو حد هيتابع معانا ما يتعطلش. رجاء لو في اي اسئله او اي استفسارات ممكن حضراتكم سواء تبعتوها لي على الجروب او تبعتوها على الحساب الخاص، مفيش اي مشكله، بحيث ان لو في استفسارات نقدر نوضحها لحضراتكم ممكن نبقى نخصص ليها فيديو ونجاوب على الاستفسارات لو في اي شيء من اللي انا قلته مش واضح لحضراتكم. انا كده اظن ان يعني المقدمه اللي عايز اوضحها لحضراتكم عن الشهاده وعن الطريقه اللي احنا ان شاء الله هنشتغل بيها بينتها. بإذن الله من الفيديو الجاي إن شاء الله نبتدي ندخل على طول في المنهج ونبتدي نشرح، وربنا إن شاء الله يوفقنا جميعا والدنيا تبقى سهلة وبسيطة. السلام عليكم.